صباح الخير أطفالي الحلوين، كيف حالكم؟ اشتقت إليكم كثيرا. درسنا اليوم الصف الثاني الابتدائي العربية، وهو عبارة عن مراجعة لما تم أخذه مسبقا. لنقرأ هنا: املأ الفراغات بالكلمة المناسبة، الأليفة، الطويلة، البعيدة، الورقية، المجتهدة. رقبته، ماذا نقول؟ رقبته. مدرسته، نختار من هذه الكلمات كلمة واحدة. طائرته، قطته، نختار كلمتان من هذه الكلمات. نقرأ هنا: املأ الفراغات على نمط المثال الآتي، ولا تنهرهما. أولا، تؤجل عمل اليوم إلى الغد. نضع في الفراغ ماذا؟ نضع لا. تتنازلي عن حقوقك. ثالثا، تقاطع زميلك أثناء الكلام. تحمل غرضا ثقيلا. ماذا نضع في الفراغات؟ لنرى هنا الإجابات الصحيحة. أنا أعلم أنكم عرفتم الإجابة. رقبته، الطويلة. رقبته، الطويلة، أحسنتم. مدرسته، البعيدة. طائرته، الورقية. قطته، الأليفة. في هذا السؤال: لا تنهرهما، تؤجل عمل اليوم إلى الغد. لا. ثانيا، تتنازلي عن حقوقك. لا، لا تتنازلي عن حقوقك. تقاطع زميلك أثناء الكلام. لا، لا تقاطع زميلك أثناء الكلام. تحملي غرضا ثقيلا. لا، لا تحملي غرضا ثقيلا. أحسنتم. نرى هنا أطفالي الحلوين: املأ الفراغات بالضمائر المناسبة فيما يلي. نقرأ الضمائر: أنت، أنتما، أنت، أنتم، أنتن. وهذه هي ضمائر المخاطب. أولا، صديقان مخلصان، نقول: أنت صديقان مخلصان أم أنتما صديقان مخلصان؟ أحسنتم، أنتما. صديقة مخلصة، أنت صديقة مخلصة أم أنت صديقة مخلصة؟ أحسنتم، أنت صديقة مخلصة. صديق مخلص، نقول: أنت صديق مخلص. أصدقاء مخلصون، نقول: أنتم أصدقاء مخلصون أم أنتن أصدقاء مخلصون؟ أحسنتم، أنتم أصدقاء مخلصون. ننتقل هنا إلى التدريب رقم 4. صل بين العبارة في العمود ألف بما يناسبها في العمود باء. يتناول طلال فطوره. لماذا يتناول طلال فطوره؟ تنجح في الامتحان، ليظل نشيطا. أحسنتم، ليظل نشيطا. تقرأ لبنى دروسها، ليأكل من ثمرها أم لتشفى من مرضها أم لتنجح في الامتحان؟ لماذا تقرأ لبنى دروسها؟ أحسنتم، لتنجح في الامتحان. تشرب هالة دوائها، ليأكل من ثمرها لتشفى من مرضها. تشرب هالة دوائها لتشفى من مرضها. أحسنتم. يزرع الفلاح أرضه، ليأكل. يزرع الفلاح أرضه ليأكل من ثمرها. أحسنتم. صل بين الكلمة في العمود ألف بمعناها في العمود باء. عليل، المرجان، بواخرة. كائن بحري، سفن كبيرة، منعش. عليل مع من؟ مع منعش. أحسنتم. المرجان كائن بحري، بواخرة سفن كبيرة. لنرى هنا الإجابة الصحيحة. يتناول طلال فطوره ليظل نشيطا. أحسنتم.
تقرأ لبنى دروسها لتنجح في الامتحان، تشرب هالة دواءها لتشفى من مرضها، يزرع الفلاح أرضه ليأكل من ثمرها. أحسنتم أطفالي الحلوين، أنتم حقا رائعون. هنا عليل بمعنى منعش، عليل منعش. المرجان كائن بحري، المرجان كائن بحري يعيش في البحر. بواخر سفن كبيرة، بواخر سفن كبيرة. إلى هنا أصدقائي الحلوين تم الانتهاء من هذه المراجعة مع حل بعض التمارين أي التدريبات. أشكر لكم حسن استماعكم، دمتم برعاية الله وحفظه، ولقد اشتقت إليكم كثيرا وأحبكم كثيرا. إلى اللقاء أطفالي الحلوين.